وللتعليق على تداعيات مقتل قاسم سليماني في العراق والتقارير التي أوردتها بعض الصحف الأمريكية عن نية إيران للانتقام، ينضم إلينا سيد مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر عبر سكايب. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله ومرحبا. أهلا بكم. ونحن على مقربة من ذكرى مقتل قاسم سليماني في عملية نوعية على يد القوات الأمريكية، هل تتوقع أن تقوم إيران بعمل انتقامي ردا على مقتله؟ يعني إيران وميليشياتها وأذرعها الإرهابية في العراق أو في لبنان أو في اليمن لن يهدأ لها بال إلا بتدمير هذه البلدان العربية أو أي بلدان أخرى تنشط بها مجاميعها الإرهابية. في العراق بقدر تعلق الأمر في العراق بالعراق عفوا، يعني الميليشيات الإرهابية منذ عدة أشهر تواصل تصعيدها ضد سفارة الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الميليشيات الإرهابية نفسها التي تدعي مقاومة الاحتلال الأمريكي كانت يعني أذرع من أذرع الاحتلال الأمريكي في تعقب المقاومين الحقيقيين في العراق وقتلهم والتبليغ عنهم، وبالتالي هؤلاء لا يمتون إلى المقاومة بصلة من جهة، ومن جهة أخرى هم لا يستهدفون قوات الاحتلال في الحقيقة، وإنما يستهدفون مقرا دبلوماسيا للولايات المتحدة، وهذا المقر يفترض بالسلطة التي تتواجد في البلد الذي يعني تحكم البلد الذي تتواجد فيه هذه المقرات، يجب عليها أن تقوم بحمايته وتأمينه وتوفير الأجواء المناسبة للعمل الدبلوماسي. لكن في الحقيقة لأن الميليشيات هذه تمر بأوامر إيران فهي تنفذ الأجندة الإيرانية ويعني بكل ما يخدم المصالح الإيرانية ولا علاقة لها بمصالح العراق وشعب العراق على الإطلاق. نعم، في استعراضها لتداعيات مقتل سليماني قالت فوكس نيوز الأمريكية إن تقارير استخباراتية تشير إلى نية إيران الانتقام لمقتل سليماني، فيما لو أقدمت إيران على الانتقام ما توقعك لشكل هذا الانتقام الذي يمكن أن تقوم به؟ يعني هم قاموا قبل فترة يعني في العام الماضي أو في بداية عفوا العام 2020 بإطلاق مجموعة من الصواريخ على قاعدة الأسد في غرب العراق، و يعني لا يوجد أي دليل على إصابة أو مقتل أي جندي أمريكي، وكل ما يمكن أن يحصل من رد إيراني إنما يكون على هذه الشاكلة، وهناك من يتحدث حتى عن اتفاقات عبر وسطاء بين الجانبين الإيراني والأمريكي لي يعني من جهة يعني يقوم الجانب الإيراني بقصف المقرات الأمريكية، فيما يقوم الجانب الأمريكي بإخلاء هذه المقرات من قواته، وبالتالي يعني تؤمن الولايات المتحدة جنودها وحياة جنودها من القصف الإيراني، وأيضا يبدو أن إيران قد قامت بعملية انتقامية. الأرجح هو أن تقوم الميليشيات التابعة لإيران، وكما قلنا هذه أذرع إرهابية يعني تخدم المصالح الإيرانية بشكل كامل، تقوم بعمل هنا أو هناك ربما يكون يعني لا أقول أنه على مستوى نوعي، وإنما أعمال كالتي شهدناها من قبل بهجمات بالصواريخ أو بعبوات ناسفة أو بشيء هذا القبيل، ربما يزيد عددها قليلا عن الأيام الماضية التي شهدنا يعني أيضا توجيه بعض الصواريخ إلى السفارة الأمريكية، ولم تصب السفارة ولا أي من العاملين فيها، وبينما أصيبت مساكن لموظفين عراقيين في المنطقة الخضراء. نعم. في بغداد. بحسب مصادر عسكرية كان هناك واشنطن سجلت تدفق كبير للسلاح من إيران إلى العراق، هل يمكن ربط هذه المسألة بما قالته فوكس نيوز الأمريكية؟ بالطبع، يعني هو يرتبط هذه العمليات الإرهابية التي تشن من خلالها هذه الميليشيات الإيرانية في العراق
عملياتها أو صواريخها على مواقع أمريكية، إنما تحدث بالصواريخ الإيرانية التي تزود بها، ولكن كما قلت هي يعني مقصود التصعيد دون أن يحدث هناك أي إصابة في الجانب الأمريكي. هذه قضية بالغة الأهمية ويجب الانتباه لكن ما لها. ما قيمة ذلك أستاذ مصطفى؟ على توجيه الضربات، نعم، ولكن دون إصابات. من الناحية الأمنية والناحية العسكرية ما قيمة ذلك أن يكون هناك توجيه لضربات معينة بدون خسائر؟ يعني هي تريد أن تقول أنني انتقمت أو قمت بالرد ولكن بدون أن تتلقى ضربة أخرى؟ نعم، هي محاولة من الجانب الإيراني كما قلت لإظهار أنها قامت بالرد، وأيضا الولايات المتحدة يعني بعيدة عن إصابة أي من جنودها، وهناك كما قلت معلومات تشير إلى أن أصلا القاعدة الأسد عندما قصفت بعدة صواريخ من يعني من الأراضي الإيرانية أو من قرب الحدود العراقية، في الحقيقة كانت بموجب اتفاق جرى عبر النظام في بغداد ضمن ترتيبات وتفاهمات معينة بين الأمريكان والإيرانيين في هذا الصدد. نعم، طيب هل يمكن أن يحصل كل ذلك في الأيام المتبقية من إدارة ترامب دون أن يكون هناك رد أمريكي؟ لأننا سمعنا تحليلات كثيرة ومراقبون قالوا بأن إيران تحاول أن تتحاشى الاصطدام لأن ترامب يحضر ضربة كبيرة لها. بالطبع إيران هي يعني تحاول أن تبتعد خلال هذه الفترة عن أجواء التصعيد كما تزعم، ولكن ميليشياتها يعني هي ستجعل من ميليشياتها كبش فداء، ولذلك الأرجح إذا كانت هناك أي عمليات عسكرية أمريكية ستكون موجهة إلى الميليشيات الإيرانية في العراق وفي سوريا تحديداً، ولا أتوقع ضربة للجانب الإيراني يعني داخل الأراضي الإيرانية، وحتى عملية سحب الأوامر التي صدرت لهذا اليوم من البنتاغون بسحب حاملة الطائرات نيمتس من أراضي من مياه الخليج العربي وعودتها إلى قاعدتها في الولايات المتحدة، إنما هي محاولة لإبعاد يعني هذه القطعة العسكرية بالغة الأهمية يعني منطقة الخطر. هذا يراه البعض مؤشر على وجود عمليات عسكرية، في حين يراه آخرون أنها محاولة للتهدئة، لكن أنا أعتقد أن العمل العسكري سيكون ضد هذه الميليشيات. نعم. الإيرانية في العراق وفي سوريا، يعني هذا يؤكد هذا. نعم. من جهة، والولايات المتحدة ربما ترامب يعمل على يعني ارتكاب مثل هذا الهجوم على الولايات على الجانب الإيراني، ربما نعم. يعني يجعل من الصعوبة على إدارة بايدن الرد بهذه الصورة. نعم. إلى البيت الأبيض بعد 20 يوما، ربما تجد من الصعوبة الفكاك من هذه يعني التعقيدات التي سيجعلها ترامب. لعل هذا ما أكدته قناة دوتشا فيلي التي طرحت رؤية مشابهة لما تفضلتم به، من أن تداعيات هذه الأزمة وعودة الانتقام مجددا سيحول العراق إلى ساحة صراع مجددا، وكأنها يعني لا تعرف أن العراق ساحة صراع مفتوحة للأسف بين إيران وأطراف أخرى. لكن كيف يمكن أن يؤثر ذلك المشهد فيما لو تكرر مرة جديدة على المشهد السياسي والإنساني في العراق؟ الاحتلال الإيراني للعراق كما قلنا يدفع دائما إلى حرق العراق والعراقيين، وطبعا نهب أموالهم، وحتى يدفع الأذى عن شعبه وعن أراضيه ومقراته بشكل مباشر. نعم. لذلك هو مستعد أن يعني يقوم بكل الأعمال الإرهابية أكثرها دناءة وخسة. نعم. لتدمير العراق والانتقام من أهله، وكأن العراق هو الخندق الأمامي الذي يوفر الحماية للجانب الإيراني. نعم. وهم في الحقيقة شكراً. نعم. يعني يقومون بهذا العمل بإصرار وبإرادة ولا يخجلون. شكراً. من إعلان هذه الحقيقة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الأوضاع السيئة
تفاقم في نعم. ستشهد مزيدا من الصعوبات سواء على الوضع الأمني أو الوضع العسكري نعم. أو الوضع أشكرك. الاقتصادي، وكل هذا سينعكس على حياة المواطن أشكرك. العراقي الذي كما قلنا هذه يدفع الثمن كبيرا. شكرا سيد. لا يعنيها وضع العراق نعم. ولا وضع العراقيين، وإنما هي تخدم المصالح الإيرانية نعم. وتنفذ كل شكرا ما لك أستاذ مصطفى كامل الولي الفقيه شكرا. الإرهابي منها، لأن أصلا هي وجود. أشكرك جزيلا أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.